كوكو كريغليتي، كوكو سكر الحديدة الكبرى. يلا جيبوا ورقة وستيلو وما تنساوش الخشيبات. يلا حطيت الفيديو ومشيت حطيت فيديو اخرى في تيك توك وقلت غادي نطلع لايف باش الفيديو تاع يطلع في الاكسبلور. وهو يصيفط لي صاحب الجرد ميساج قال لي ضروري تعيطي ليا. نربطوا الاتصال صاحب الجرد. وين صاحب الجرد كتسمعني؟ السلام عليكم خوتي، اخر ما غنت خنشله، ماشي ما قلتهم خنشله. هاد المره هادي قال لك سيدي الحجر المجاهد، الحجر المجاهد اللي حكمته فرنسا 35 سنه ديال السجن بالسلاسل. ما كتنعسوا وما كترتاحوا وما كتصنتوا لعظامكم، ما تخليونا نصنتوا لعظامنا ونرتاحوا. قالك سيدي هاد الحجره المجاهده حكمت عليها فرنسا بالسجن مده ديال 35 سنه وتربط بالسلاسل، وكل عام كيجيو كيتيروا فيها القرطاس. سمحوا لي راه ما يمكنش تصور فيديو على هذا الموضوع هذا وانت دابا كتهضر بجديه، راه صعيب هذا الشيء. سيدي هذه الحجره حجره مجاهده، ماشي انا اللي قلت، التلفازه الشاشائريه هي اللي قالت. ما مونطينا ما ركبنا صوت، الفيديو كيف ما هو من عند مواليه بميكتو. ليس مجرد تعبير مجازي بل واقع تحكيه حتى الصخور. نرحل بكم إلى ولاية الجلفة وقصة الحجر الذي حاكمته فرنسا بإعدام سنوي رميا بالرصاص. محاكمة صخرة وتقييدها بالسلاسل لمدة 35 سنة ورميها بالرصاص سنويا حادثة غريبة لا يزال سكان ومؤرخو مدينة الجلفة يروونها. صخرة المباصية التي أنزلت عليها هذه العقوبة من طرف الاستعمار الفرنسي تسببت في مقتل أحد الضباط إبان الفترة الاستعمارية. كيف ما كتسمعوا الحجره المناضله قال لك سيدي في بدايه الاحتلال ديال فرنسا فرنسا قرروا انهم يبنيو برج، ومن كانوا كيبنيو هذاك البرج واحد الحجره طاحت على جندي فرنسي وقتلته. ملي قتلته حكموا عليها ب 35 سنه واعدام كل عام، يعني ماشي غير مره واحده، لا ما هي حجره كل عام كيجيو كيتيروا فيها بالقرطاس. سمعوا كيف قلت لكم ما درنا مونتاج ما ركبنا صوت، الفيديو خارج نقي كيف ما هو من عند مواليه من اللوزين. قصة هذه الحجرة اللي يسموها الحجرة الباصية في الحقيقة تعود إلى بداية تواجد الاحتلال الفرنسي وقدومه إلى المنطقة سنة 1852، حيث شرعت القوات الفرنسية في بناء برج بالجلفة، وتطلب هذا البرج جلب الحجارة من هذه الجبال المحيطة بهذه الصخرة، وتدحرج جلمود صخر من على الجبل سقطت على أحد الفرنسيين المشارك في الورشة هذه فقتلته في الحين. لذا لكم جلمود صخر طاح على الجندي الفرنسي، هذاك الجلمود صخر المناضل طاح على الجندي الفرنسي، ومن هنا كنستنتجوا ان هذه هي سر القصيده ديال مرو القيس. راه منين قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كان كيهدر على هاد الصخره المجاهده. كملوا حنا الحجايه شنو تابعنا؟ ما تابعنا والو. انتقاما من هذه الصخره عقد الجيش الفرنسي المتواجد في منطقة الجلفة عقدوا لها مجلس عسكري لمحاكمتها. المهتمون بالتاريخ الفرنسي اعتبروا أن ما حدث كان دليلا على بشاعة الاستعمار الفرنسي الذي لم يرحم حتى الصخر، وأيضا خطة من أجل تخويف الجزائريين. تعذيب لم يطل عاوتاني، يعني ماشي غير بلارج بوحدو اللي عقدوا عليه مجلس عسكري، حنا كنضحكوا غير على بلارج اللي عقدوا عليه مجلس عسكري، حتى الحجره عقدوا عليها مجلس عسكري.
باش تعرفوا فين التمجيد فين وصل. جماد والنبات بل تعداه حتى الى البشر، ووقعت مجازر رهيبه في ربوع الجزائر بكاملها. هي إذن صخرة ليست كباقي الصخور، تحاكم وتعاقب كالبشر. طبعا هجرة في الشاشاير، كرت هجرة مجاهدة في الشاشاير، فالطبيعة الحال لن تكون مثل باقي الحجر، الحجر نطقتوه. أكري غلاتي تكيسوا علينا هاد السلوكيات، راهو ما كثر الحجر غيدوي، الحجر غيدوي ويقول ويك ويك عباد الله. ناري والله ترى سغيت شتت عليا وبزاف فكرة غلاتي وتكيسوا، رحمونا شوية بركة، راه المنطق تبلونطا معاكم، المنطق تسالات ليه الروشارج. محو لي أخوتي المغاربة فزعتكم معايا في هاد الليل. يلا هكري غلاتي تصبحون على طوابير وكوابيس وبزاف ديال الأساطير. باي.